مشاهدينا، خلونا نتكلم في موضوع تاني. ووزارة الثقافة اللي في الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في مهرجان العالمين في نسخته الحالية، مش بس من ناحية العروض يمكن الفنية أو الثقافية المختلفة، لكن بتقدم لنا كمان يعني حاجات مختلفة جدا. خليني أقول وزارة الثقافة قدمت حاجة جميلة جدا من خلال مشاركتها بنجاح أو بجناح عفوا خاص في ملتقى الإبداع في العالمين الجديدة، واللي بيشمل المشاركة في معرض للحرف التراثية واليدوية من إنتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. خلونا دلوقتي نعرف أكتر عن الموضوع ده من الأستاذة رانيا فايق، منسق العام لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالمين. مساء الفل عليك يا أستاذة رانيا. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وعايزين نعرف منك إزاي قدرت وزارة الثقافة إنها تنوع، خليني أقول، في الفعاليات والأنشطة في مهرجان العالمين. زي ما تكلمنا أنشطة مختلفة وفعاليات طول الوقت موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. حقيقي إحنا وزارة الثقافة كانت حريصة إنها تشارك بألوان كتيرة من الفنون والثقافة، عروض فنية وفولكلور وتراث وملتقى الإبداع اللي حضرتك لسه بتتكلمي عليه ده كان لحاجة برضو حصلت من أسبوعين. إحنا حتى اسمه مختلف، ملتقى الإبداع هو في معرض للحرف التراثية، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في حرف كتيرة جدا جدا متنوعة موجودة، الخشب والقشرة والنحاس والجبس والخيامية والجلود وحاجات كتيرة جدا، بالإضافة لشغل برضو الإصدارات، معرض كتاب من إصدارات وزارة الثقافة المصرية. وحرصنا برضو أن يكون في جزء موجود الكتب اللي تم إصدارها في الوزارة على مدار سنوات عن القضية الفلسطينية، فده كان لفتة مهمة وأصرينا بصراحة، وكان في رغبة أن يبقى موجود الشق ده. في ورش حرف تراثية، كان في كذا ورشة وكان عليها إقبال، ورش حلي وقشرة وخيامية، وبرضو كان في ورش تلوين برضو كان عليها إقبال من الأطفال الصغيرين. فده غير بقى الشق الفني، العروض اللي موجودة في المنطقة الشاطئية يوميا. احنا عندنا 3 عروض على مدار 3 ساعات، عروض الثلاث القومي، عروض الفرق الفنون الشعرية الاستعراضية، المسرح الروماني. احنا لحد دلوقتي تقريبا عاملين 13 حفل فني، الوان مختلفة ما بين موسيقى عربية وما بين حاجات زي فرقة رضا، زي عرض الليلة الكبيرة، عملنا ليلة فلسطين، الليلة الفلسطينية المصرية كانت رائعة، حفلة من كورال شباب دار الأوبرا المصرية. فحقيقي يعني احنا فخورين بالشراكة الكبيرة اللي ما بين الوزارة وما بين الشركة المتحدة، وحاسين ان احنا الحمد لله عاملين شغل كويس وفي اقبال كبير، وان شاء الله ان شاء الله نفضل مكملين كده لغايه اخر يوم في المهرجان. الشغل الكويس والاقبال الكبير دول عاملين حاله كده، خليني اقول انتعاش يعني ثقافيا. ازاي نقدر ان احنا نستفيد من الحاله دي يا فندم اللي معموله في مهرجان العالمين، خليني اقول في المستقبل؟ والله بصي انا شايفه كمان ان في حاجه فايدانه جدا. احنا وزاره الثقافه بتعمل عروض على طول، في ناس كتيرة بتحضرها وناس كتيرة عارفة عنها، بس في ناس أكتر ما تعرفش عنها. أنا شايفة إن في هنا فرصة كبيرة إن كل العروض يتم تصويرها وتغطيتها إعلاميا بشكل جيد جدا، فالمشاهد اللي قاعد في البيت شايف يعني إيه فرقة العريش للفنون الشعبية، شايف فرقة التنورة التراثية، شايف تقارير، شايف كل فرقة بيتحكي هي بتعمل إيه ودورها إيه وأزقها عاملة إزاي. فأنا شايفة إن في التغطية الإعلامية الكبيرة ده لوحدها نشر كبير للثقافه والفنون والحاجات اللي احنا بنعملها، مش بس احنا المتلقي جاي لنا، لا احنا في البيت الناس بتشوف حقيقي العروض والفقرات بتاعتنا، ودي حاجه احنا لامسينها بقوه وبنشكر عليها الشركه المتحده ان هي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نبقى جوه البيوت كمان. انا مش منتظره المواطن او الشخص يجي لي قصر ثقافه او مركز ابداع او مسرح يتفرج على شغلي، لا انا في البيت فهو شايفني.
حقيقي. حتى هو قاعد على الكنبه في بيته. بس خليني كمان اشيد بالدور الكبير قوي اللي انتوا عاملينه في وزاره الثقافه، سواء فعلا زي ما حضرتك قلتي في المنطقه الشاطئيه، في الممشى السياحي، ايا إن كان انتوا موجودين، المسرح الروماني، الفعاليات المختلفه اللي انتوا موجودين بيها. خليني اقول مش بس في مهرجان العالمين، لا انتوا موجودين طول السنه على، خليني اقول، المناطق الحدوديه في مصر، انتوا التواجد، مكتبات المتنقله، طول الوقت انتوا موجودين وبتقوموا بدور كبير قوي. وفعلا المشاركه مع او الشراكه الحلوه قوي ما بين وزاره الثقافه والشركه المتحده عملت حاله انتعاشه احنا ان شاء الله هنشوف منها كتير قوي في المستقبل، ونشوف نجاحات اكبر واكتر. أتمنى في الفتره الجايه. اتمنى، واشكرك على الاشاده، اشكرك جدا جدا. وبرضه ده بدعم زمايلي في الوزاره، يعني مشاركه وزاره الثقافه في الاف من الناس شغاله بتمدنا بيتفقوا بيعملوا، فانا بشكر زمايلي وبشكر ثقه معالي الوزير دكتور احمد فؤاد هنو ان هو مدينا الثقه الكبيره واطلق ايادينا عشان نعمل كل اللي نقدر عليه من وزاره الثقافه في مهرجان العالمين بالشراكه مع الشركه المتحده. نشكركم يا فندم، وشكرا جزيلا لحضرتك الاستاذه رانيا فايق المنسق العام لمشاركه وزاره الثقافه في مهرجان العالمين الجديده.